السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي ويونت 8 من منهج كونكت المنهج الجديد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ يونت 8 بعنوان at the doctors. at the doctors يعني بالأبوستروفي اس كده، معناها عند الدكتور او في العيادة او في المستشفى. زي ما احنا شايفين اليونت كله بيتكلم عن الدكتورز وعن الهيلث، الصحة، وهاو تو بي هيلثي، وايه الجوبز اللي ممكن نلاقيها في الهوسبيتال. تعالوا كده بسم الله نبدأ لسن 1، وزي ما احنا متعودين ان لسن 1 دايما بيبقى دايالوج او ريدنج. لسن 1 في يونت 8 بعنوان they didn't come to the club، يعني هم مجوش للنادي. زي ما هنلاحظين كده يا ولاد ان العنوان عندي طريقة كتابته مختلفة قوي عن بقية التكست او بقية الصفحة. اولا كل اللاترز كابيتال وفي اكسكلاميشن مارك، وتحس ان هو بيجذب قوي انتباهنا يعني، ودي طبعا من مواصفات العنوان. طيب مش هنطول كتير، تعالوا هنقرا نشوف الديالوج ده وهنجاوب على السؤال how does Faris feel today. الديالوج عندي between mom and Faris، واضح كده ان Faris تعبان وماما هتاخده للدكتورز. نطلب بقى من اتنين طلبه كده حلوين يقوموا يمثلوا، طالبة تمثل ان هي المام وطالب تاني يمثل ان هو فارس، ويبدأوا يبراكتس او يريهيرس the dialogue together. Let's start. Hi Faris, did you have a good day at the club? Not really. Five people didn't come to the club today. Oh no, are they okay? No, they have problems. My friend Tori hurt his ankle at the football practice last night, and Amr has an earache from swimming. What about your cousin Lama? Your aunt said she had a toothache. No, she wasn't there. I think she went to the dentist. Two of my friends have a cold. The coach told us to be careful. When we have a cough or a sore throat, we should stay home. How do you feel? Well, I have a backache and I'm worried about my friends. I hope they feel better tomorrow. I hope so too. زي ما احنا شايفين الديالوج هنا فيه كلمات مهمة قوي خاصة بأجزاء الجسم أو بالألم اللي بنحس بيه. عندنا ankle، الانكل زي اللي هي رجلينا، الرجل من تحت، الانكل your ankle. ايريك، ايريك يعني وجع في الودان. توثيك وجع في السنان. سور ثروت يعني احتقان في الزور. كوف يعني كحة. دي كل حاجات بتجيلنا في البرد او في فصل الشتاء بالذات. اما بالنسبة لفارس فهو كان عنده باكك يعني ظهره بيوجعه، باكك، عشان كده مامته قالت له اتمنى ان انت وصحابك تكونوا كويسين. كل اللي هنعمله هنا يا ولاد عايزاكم تبصوا على الصور دي ونعيد الديالوج تاني ونرتب الصور بترتيب الديالوج between فارس and mom. دلوقتي let's go بقى and answer the questions here. Faris had a bad ولا good day at the club. هو قال لمامته ايه؟ Faris had a bad day، لان المام لما سألته did you have a good day at the club قال لها not really، يعني لا. Number two، Tariq hurt his ear at the football practice. Hurt his ankle ولا his ear؟ هو قال لها he hurt his ankle at the football practice. Faris thinks Lama went to do the dentist عشان كان عندها توثيك. Two of Faris' friends have a cold، واحد عنده كوف والتاني عنده cold، sore throat. Faris A hurts، قال لها I have a backache، يعني his back hurts. تعالوا نشوف هنا أعراض التعب أو أعراض البرد دي بتقول إيه. عندنا كوف، headache صداع، shoulder يعني كتف، والتوثيك يعني ألم في السنين. Mom and Dina. What's the matter, Dina? Do you have a... قلت لها yes, my tooth hurts. يبقى do you have a toothache؟ بس في حاجة عايزين نقف عليها هنا.
لما اكون عايزه اسال حد انت مالك او انت تعبان من ايه او ايه اللي بيوجعك، بقول له واتس ذا ماتر. واتس ذا ماتر؟ واتس ذا ماتر دينا؟ مالك يا دينا؟ Do you have a toothache؟ قلت لها yes my tooth hurts. Mom, can I have some milk and honey for my A please? Milk and honey. Some milk and some honey. بعض من العسل وبعض من اللبن. ليه؟ For what? Honey and milk for my cough. للكحة. احنا عارفين طبعا لما نكون عندنا كحة او بنكح بناخد ايه معلقة عسل كده على الريق. For my cough. يعني كحة. في 3 البنت قالت ouch my ear hurt my shoulder يعني كتفي وجعني my shoulder hurts. طيب number 4 what's the matter وائل does your stomach hurt؟ قال لها no. بصوا شايفين ايه بيقول لها عنده صداع. I have a headache. No I have a headache. طبعا نحاول نسأل بعض الأسئلة دي، نقول له مثلا do you have a sore throat؟ قولي yes I do أو no I have حاجة تانية وهكذا، ونحاول نستخدم الـ expressions اللي احنا استخدمناها هنا، وخصوصا ان هي كلمات جديدة علينا. عندنا بقى في lesson 2 يا أولاد بيتكلم عن الجزء الخاص بالsigns وهو الواتر. الواتر يا أولاد طبعا you should drink a lot of water because it's healthy. طيب ايه الاماكن اللي عندنا بيبقى فيها واتر؟ عندنا الجلاشر. جلاشر جلاشر يعني زي نهر او بحر معمول من التلج، الميه اللي فيه متجمده، بنقول عليه نهر جليدي. جلاشر. طيب نمبر 2 شايفين ايه في نمبر 2؟ ده اسمه ايه الكلام ده؟ الكلام ده اسمه ليك، بحيره. ليك امال ده ايه ميس؟ ده ريفر. طبعا باين جدا اهو ريفر ماشيه فيه المركب اهو، نهر نهر النيل اهو ريفر. امال ده ايه؟ وات از ذس؟ اه ذس از ذا اوشن، المحيط. ات از ذا اوشن. طب وات اباوت نمبر 5 بقى؟ السمول ثين ريفر ده، طبعا هي بتبقى ميه عذبه بس بيبقى نهر، عباره عن نهر صغير او ضيق كده، اسمه ستريم. ستريم يبقى جلاشر، lake, river, ocean and stream. طيب تفتكروا يا ولاد do you think ان the water is fresh water or salt water؟ تعالوا نبص على الصور دي ونشوف في الصور دي الواتر اللي عندي fresh water يعني مية عذبة ولا salt water يعني مية مالحة، تفتكروا ايه؟ مع صحابنا كده نتكلم بقى ونعمل discussion، discuss with a partner، كل اتنين كده مع بعض يقعدوا يقولوا لي بقى الباث ووتر، الباث ووتر اللي هي ميه البانيو دي فريش ولا سولت؟ الواتر فور كروبس ميه الزراعه فريش ولا سولت؟ كل واحد فيكم يديني اسبابه. الدرينكينج ووتر ميه الشرب. الريد سي ووتر، الريد سي ده الميه اللي فيه ايه؟ فريش ووتر ولا سولت ووتر؟ مين فيكم يقدر يقول لي؟ بصوا كمان على الصورتين دول ونفتح ديسكشن عليهم ونقعد نوصف بيقولوا ايه. هنكمل بقى الجزء الخاص باللسن وهو جزء الريدنج. احنا عارفين احنا عارفين الجزء الريدنج ده بيبقى الجزء طويل شويه، هو اسمه او بعنوان describing the elephant او ازاي او يعني معنى العنوان وصف الفيل. يا ترى بيتكلم على ايه؟ Have a look at this animal here. شايفين الانيمال ده يا ولاد؟ This is the elephant. الريدنج كلها هنا بتتكلم على الالفنت. الريدنج بتاعتنا طويلة شوية في lesson 2. تعالوا نقراها سوا زي ما احنا متفقين قبل كده ان اي ستوري او اي ريدنج انا بقراها مش لازم اقف على كلمة كلمة، اهم حاجة ان انا اكون عارف معنى التكست على بعضه. A long time ago there were 6 blind men who wanted to meet an elephant. Blind يعني أعمى. They had heard many stories about these incredible animals, but each man had a different idea about the elephant, about what the elephant would look like. One day, a local farmer was walking along the road with an elephant that worked on the farm.
The farmer asked if the men would like to touch the elephant to discover how it looks. The men were very excited and walked over to the enormous animal. The first man touched the side of the elephant. He said, "It's very tall and very strong. It's like a wall." The second man put his arms around the elephant's back leg. He said, "No, you're wrong. It's round and strong like a tree trunk." When the third man put his hand on the elephant's trunk, he said, "You're both wrong. The elephant is long and flexible. It's just like a snake." Trunk, الإليفنتس trunk اللي هو الخرطوم بتاع الفيل. عارفين اللي هو زي بيبقى فوق البق ده خرطوم الفيل اسمه trunk, الإليفنتس trunk. Flexible يعني مرن, يعني السهل ان احنا نتحكم فيه, flexible. The fourth man put his fingers against the elephant's tusk. التسك اللي هو السنتين اللي بيبقى لونهم ابيض بيبقوا نازلين من الاليفنت اللي هم دول يا ولاد, بصوا دول, ده اسمه التسك, ده الاليفنت تسك, وده الاليفنت ترانك. تمام. طيب, he said it's hard, long and smooth. I think it's dangerous like a spear. It's dangerous يعني هو خطر. Like a spear. Spear اللي هو الرمح. It's dangerous like a spear. The fifth man was very very tall. He reached out and touched the elephant's ear. He said, "This elephant is smooth and flat and shaped just like a leaf." Finally, the sixth man put his hand on the elephant's tail. He said, "This elephant is not like a wall, a spear, or a snake. It's not like a leaf or tree trunk. This elephant is just like a rope." حبل. Rope يعني حبل. The farmer listened to everything the man said. He turned to them and said, "In fact, you are all correct. Each of you only touched one part of the elephant. If you stop for a moment and listen to what you all think, you can all see what the elephant looks like." الفارمر او الفلاح كل اللي هو قاله ان كل الناس كل واحد فيهم لمس جزء معين من الفيل, فعشان كده كل واحد بيوصف الفيل بطريقه او بشكل الجزء اللي هو لمسه, لكن ولا واحد فيهم قدر يوصل للمعنى الحقيقي او يشوف الفيل بصوره كامله. طيب, نروح بقى للكلمات اللي احنا عملنا عليها هايلايت وقلنا ترجمة بتاعتهم ونشوف المينينج بتاعهم ايه. blind يعني can't see. لما اقول ان في حد blind it means he can't see. Someone who can't see. يبقى blind means someone who can't see. أما trunk فمعناها الإليفنت, the very long nose of the elephant. The very long nose of the A of the elephant. وقلنا blind يعني can't see. نشطب على اللي احنا اخترناه. التسك اللي هي ال very long point tooth اللي هو سنة الفيل اسمها ايه؟ اسمها تسك. السبير a long pointed stick اللي هو الرمح. A long pointed stick. نحفظ كويس كل كلمة والdefinition بتاعها بالانجلش بيجيلي في التشوز. بعدين يا أولاد عندنا هنا questions على ال reading. الquestions دي احنا هناخدها homework ونحلها مع بعض next time ان شاء الله, ونقراها كويس جدا. هما 7 long questions, نحاول نعمل حتى لو مش هنقدر نكتب الإجابة من الأول نعمل highlighting أو نحط خط تحت الإجابة من الستوري. أهم سؤال بقى هو بصراحة عجبني أو ما ينفعش إن احنا نفوته, هو the moral of the story. المورال يعني الموعظة. إيه الهدف أو إيه الرسالة من القصة دي؟ What do you think the moral of the story is? إن الإليفنت, the elephant is the biggest element in the world, ولا إن blind men are very clever and they are good at describing things, ولا when we listen to other people we can understand the world better. المورال طبعا بتاعة القصة بتاعتي إن إحنا when we understand to people we can understand the world better.
يعني بمعنى ان احنا لما نسمع اراء الاخرين او نسمع وصف الاخرين او نستمع للاخرين، ساعتها هنقدر نفهم القصة كاملة او نفهم العالم اللي حوالينا بشكل افضل. معلش طولت عليكم النهاردة في الفيديو ده، بس حقيقي الحلقة كانت مهمة جدا، والجزء كان مليان بالكلمات الجديدة والافكار. ذاكروا كويس قوي lesson 1 و 2، لان هم دول اهم 2 lessons في اليونت كله، وان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية نكمل بقية اليونت. Thank you so much. See you next time. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كتير للقناة، واكتبوا لي في الكومنتس Do you like the video or not? Bye.